اكيد صباحنا ما بيحلى الا معكم مشاهدينا، وهلا وصلنا لثاني محاورنا اللي رح نحكي عن الحراك الثقافي اللي عم نشهده بمحافظه اللاذقيه، حيث يشهد المشهد الثقافي في محافظه اللاذقيه حاله حيويه تحتاج للمتابعه والرصد والتحليل، تتصدى له وسائل الاعلام المختلفه، وتشكل الصحافه المكتوبه احد المنابر التي تضيف للمشهد الثقافي وتعطيه ابعادا كبيره، ولا تكتفي الصحافه بهذا الحراك الثقافي عبر الفعاليات، وإنما تسلط الضوء الصحافة في هذا الحراك الثقافي على المبدعين ومسيرتهم وإبداعاتهم بالحياة الثقافية. اليوم بزاويتنا صبايا رح نقتطف وردة من عالم الصحافة وعالم الثقافة، الزميلة الصحفية ريم جبالي رئيسة قسم الثقافة في جريدة الوحدة، قادتها ثقافتها وحبها للقراءة والأدب لتكون كاتبة في جريدة الوحدة، وتكون أيضا رئيسة قسم الثقافة في هذه الصحيفة. لنرى من خلال لقائنا معها ماذا تقدم لها هذه الثقافة باعتبارها حالة ثقافية، وماذا قدمت هي أيضا من ثقافتها وقراءتها لكتاباتها المتنوعة في جريدة الوحدة. هذا هو موضوع لقائنا اليوم مع زميلتنا ريم جبالي. أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أستاذة ريم، وبسعدنا تكوني معنا اليوم بهذا الصباح. أكيد شرف كتير كبير لإلي. أهلا صباحك ريم. هلا كونه نحن عم نحكي عن الحراك الثقافي اللي عم نشهده بمدينة اللاذقية، ليس فقط على مستوى الفرد ولكن على مستوى بشكل عام بشكل جماعي، ولكن كيف تتكون ثقافة الفرد بداية؟ بالتأكيد الثقافة هي حاجة عليا للإنسان، يعني هي بحر كبير يغرف من علومه ومعارفه. ثقافة الفرد بتتشكل أكيد من خلال الاطلاع على ثقافات الغير، من خلال الخبرة والممارسة العملية بتتكون عنده تراكم، يعني تراكم هذه الخبرات هو اللي بيشكل ثقافة أي فرد، وبتشكل مرجع لإله في حياته اليومية والعملية. بالتأكيد الاطلاع على القراءة، المطالعة، الاطلاع على ثقافات، يعني ثقافة المحيط بالإضافة إلى ثقافة المجتمع بشكل عام هي اللي بتكون ثقافة الفرد. الخبرات والمعارف المتراكمة هي اللي بتساعده بتكوين ثقافته. بالنسبة لريم جبالي، روافد يعني التراكمية اللي شكلت بالنهاية ثقافتك الخاصة، ثقافة صبية سورية عم تنهل من هاي المعارف، من هاي الثقافات اللي قلتي عنها اطلاعك، يعني شو هي كانت قراءاتك، مكوناتك الثقافية؟ يعني بالتأكيد شغف القراءة لازمني من الطفولة المبكرة. كنت يعني كانت هوايتي المطالعة والقراءة، كان في نهم دائم لقراءة كل ما هو جديد. بالطفولة المبكرة يعني كان في بوادر لهالموهبة، وتشكلت عندي بالفطرة. بالتأكيد يعني في موهبة أتت بالفكرة بالفطرة، وأنا بعدين بنيت عليها لاحقا من خلال الخبرة والممارسة العملية. بالطفولة الأولى يعني فترة الدراسة ما بين صف الأول إلى الشهادة الثانوية، كنت دائما يعني أقرأ ما تيسر لي يعني من روايات أدبية. في وقتها كانت روايات عبير مثلا، كانت مجلة أسامة كانت تصدر بشكل دائم، كنت متابعة لها، وكانت لي بعض المشاركات. يعني من هون بلشت تتكون عندي الأرضية اللي بنيت عليها لاحقا أنا تجربتي. كان لي مشاركات ومساهمات في مجلة أسامة كمان، يعني خلال يعني هيك لقيت في ميل انه في ميل تكتبي يعني خلال فترة الدراسة. مواضيع التعبير الإنشائي اللي كنا نكلف بكتابتها كمادة ضمن المنهاج الدراسي كمان يعني كانت كتير متميزة بكتاباتي بهذا المجال. يعني حتى كانت مثلا مواضيع التعبير أحيانا يتناقلوها من صف إلى آخر، كان في يعني منهم كان في تميز باللغة اللي أنا بكتب فيها، وكان في ثناء وإطراء من الأساتذة والمشرفين. اكتشفتي موهبة يعني من هون من هون بلشت البدايات. لاحقا انا اشتغلت على هذا الموضوع
وتابعته من خلال الدراسة الأكاديمية. دخلت قسم الإعلام، كان وقتها قسم لم يكن كلية، وتخرجت في عام 2003. خلال فترة دراستي الجامعية لم أتوقف عن هذا الشغف، كنت دائما أطالع وأقرأ وأكتب، كنت زائرة مداومة لمكتبة الأسد الوطنية بدمشق، دائما يعني أطالع كل ما يقع بين يدي أو كل ما تقع عليه عيني، قراءات متنوعة يعني فكر، ثقافة، أدب، تاريخ، مختلف العلوم، يعني ما كان في تخصص بمجال معين أبدا. من هون كانت روافد يعني بلشت تتبلور عندي هيدي الخبرة اللي صقلت الموهبة، يعني الموهبة بالإضافة للخبرة من خلال الممارسة العملية هي اللي خلت تتبلور عندي التجربة. لاحقا بمراحل لاحقة بعد التخرج كان إلي مشاركات ومساهمات في الصحف المحلية المركزية بدمشق، صحيفة الثورة وتشرين والبعث، بالإضافة إلى بعض التجارب في الصحف الخاصة. كان بدأت تجربة الإعلام الخاص تتبلور، يعني كان إلها تقريبا 4-5 سنين مبلشة. كمان راسلت بعض الصحف الخاصة وكانت إلي تجربتي ببعض المقالات والزوايا بالإضافة إلى التحقيقات الصحفية. لاحقا نحكي عن نحن ما شاء الله ما هيك بكل مجالاتك. عم تستغلي الفرصة بما يلم وتتبلور عندك ثقافتك أكثر وأكثر. هلا بدنا نحكي عن دور الصحافة بالمشهد الثقافي ريم، إن كيف تؤكد الصحافة دور المشهد الثقافي، وهل تقوم برصد المشهد الثقافي بكل جوانبه؟ طبعا أنا من خلال عمل الصحفي حاليا في جريدة الوحدة وقربي الشديد من هذا الوسط، بمتابعة يومية لكل تفاصيل الحدث الثقافي، تحديدا رح أحكي عن مدينتي اللاذقية وطرطوس كوني على اطلاع دائم فيهم. يعني حاليا عم يشهدوا حركة ثقافية غنية وثرية، في نشاطات وفعاليات وفي مهرجانات، خاصة خلال العام الماضي نحن شهدنا مهرجانين ثقافيات كانوا غنيات كتير كتير. كان في يعني مختلف الفنون الثقافية والأدبية، يعني إذا بدنا نقول كان في الأمسيات الشعرية، المحاضرات والندوات، إضافة إلى الأمسيات الرقص، الأمسيات الباليه، الفنون بشكل عام، بالإضافة إلى مثلا معارض الفن التشكيلي، معارض الكتب ولبعض الأفلام السينمائية، عرض أول لبعض المسرحيات. يعني مثلا أنا إذا بدي أدخل بالتفاصيل، مثلا المسرح القومي كان ناشط جدا، مديرية الثقافة، كل مكونات الثقافة كانت ناشطة جدا جدا. نعم. يعني بصراحة ما كنا نلحق على النشاطات، خاصة صحيح. فترة المهرجانات كانت تزدحم عندنا يعني بس كتير. ريم نحن قلنا وقالت ريم كمان بالمقدمة أنه نحن إلى جانب الفعاليات هي طبعا هذا الإنتاج الإنساني اللي نحن عم نشوفه، لكن أيضا تستطيع الصحافة أن تحرض على حالة ثقافية بأن تبحث، يعني ربما تعيد صحيح. إنتاج ثقافة ما. هذا الدور أو هذا الجانب أيضا بصحافتنا إلى أي حد هو حاضر وأيضا مؤثر بكل تأكيد. يعني مشكلة يعني أي حالة ثقافية، أي حالة إبداع ثقافي، نحن واجبنا كإعلام أن نسلط الضوء عليها مهما كانت صغيرة، نرصدها، نسلط الضوء عليها، نكتشفها، نقدمها للجمهور بشكل يعني أكبر. نحن نضيف للمشهد نحن الثقافي نضيف لها أكيد. يعني أنا أحيانا ممكن لوحة فنان تشكيلي بتصادفني مثلا، ممكن يكون حاططها يعني على قارع الطريق أو على مثلا على جدران أحد الأبنية أو كذا، ممكن تلفت نظري دغري، أنا بتوجه للفنان التشكيلي اللي راسمه، بعمل معه لقاء، بسلط الضوء عليه، بتحدث عن تجربته الشخصية. هيدي يعني الإضاءات الصغيرة على هذه الحالات الإبداعية الفردية هي اللي بتغني المشهد الثقافي لاحقا، هي اللي بتبني المشهد الثقافي في أي مدينة، في أي حضارة، بأي مجال لاحق. بالإضافة إلى تكامل الفعاليات والأنشطة اللي نحن حكينا عليها، ممكن تأخذ طابع جماعي مثلا،
معرض فن تشكيلي ممكن يتوسع ياخذ طابع جماعي، ممكن العرض المسرحي كمان هو عمل جماعي، الافلام السينمائيه ايضا شهدت حضور كبير كثير السنه الماضيه. يعني انا في بعض العروض كانت عرض اول مثلا مثل فيلم مطر حمص للمخرج جود سعيد، بالاضافه الى طريق النحل للمخرج الكبير عبد اللطيف عبد الحميد. انا كنت على احتكاك مباشر مع الجمهور، بصراحة يعني كان شهد إقبال جماهيري كبير كتير، اكتظت فيهم الصالة. صحيح. يعني حتى بعض الناس اضطرت ترجع مع أنه العرض تكرر أكثر من مرة، كان في ناس ترجع عن الباب. هو يعني جمهور اللاذقية، جمهور رائع يعني. صحيح. فعلا جمهور ذواق وعنده ذائقة أدبية. هيك جمهور دائما بدنا نرتقي معه، لأن هو اللي عم ينتج بالنهاية، هو عم يتلقى وينتج أيضا. منحاول دائما لبي رغباته وطموحاته، يعني نحن منحاول جاهدين نلبي هذه الذائقة الثقافية الموجودة عند الجمهور من خلال ما رصد. نعم. الحالة الثقافية اليومية متابعة. هلا بدنا نحكي عن كتابات ريم الخاصة، خاصة بمجال الثقافة. نعم، أنا كوني خريجة إعلام يعني أكاديمية، يعني أجيد كتابة مختلف فنون الصحافة، الكتابة الصحفية، من الخبر إلى التقرير إلى التغطية الإعلامية، الحوار واللقاء لاحقا، ويعني وأبو الفنون هو التحقيق الصحفي لاحقا. كتبت أكتب مختلف فنون الكتابة الصحفية كلياتها، يعني كتبت فيها، لكن أكثر شيء أنا بشوف حالي فيه هو الزاوية. الزاوية اليومية هي أقرب الفنون لإلي، وهي هي فيها الإبداع يعني هون، لأن هي بنت أفكارك مثل ما بيقولوا. صحيح. كيف بتخطر لك يوميا، أو إذا مو يوميا حسب أنه يعني كيف الفكرة بتجي لحتى خواطر تعملي زاويتك هي اللي هي فكرتك الخاصة؟ صحيح، مشاهداتي اليومية، يعني عيني هي عدستي. من خلال مشاهداتي اليومية وتواصلي مع الناس، ممكن أي فكرة جديدة، أي ومضة بتشكل عندي فكرة، ببني عليها مادتي الصحفية لاحقا. هي المادة الصحفية بتتبلور بإطار الزاوية، يعني أنا بكون في عندي معطيات، مجموعة معطيات عن هيدي الفكرة. أحرص دائما على ملامسة وجدان الناس، تكون قريبة من مشاكلهم، من الحياة اليومية، من واقع الحياة اليومية. برصد هيدي التفاصيل الصغيرة وببني عليها مادتي الصحفية. يعني ريم، نحن تعودنا هيك نوع من الزوايا عادة بيكتبوها الأدباء. نعم. طبعا بتعرفي نحن صحافتنا كبار الأدباء كانوا يكتبوا تحديدا الزاوية. صحيح. اللي هي كانت ممكن أدبية. تسمى زاوية أدبية، ونحن بنعرف حتى بصحيفة الوحدة وقال البحر وجريدة الثورة وتشرين، يعني أسماء كبيرة، من حنا مينة لوليد معماري لنادية خوص، الأديبة أنيسة عبود طبعا من اللاذقية، الأديبة أنيسة عبود، بنات الخير سليم. صحيح. عبود، يعني كل أدبائنا، الأستاذ محمد عباس علي، أنه هن أدباء، يعني هن عندهم إنتاج أدبي كرواية أو شعر. لكن اليوم الصحفي هو عم بيعمل هذا الشيء. شو ما رح أسألك شو الفرق، لكن كيف ممكن يوازي القيمة الأدبية؟ يعني بالتأكيد يعني في فوارق. يعني بس ممكن هن بيكتبوا بمجال تخصصي أكثر، يعني الزاوية اللي بيكتبوها ممكن تكون متخصصة. الصحفي يمكن عنده أريحية، مجال مفتوح. أنا بصراحة ما بكتب شيء متخصص، يعني ما عندي مثلا مو أدبية يعني. لا لا لا، ما أنا أدبية، يعني ممكن تكون ذات طابع خدمي، ممكن ذات طابع ناقدة، ممكن تكون إلى طابع أدبي، ممكن حدا ثقافي راهن بيفرض حاله أنا أكتب عنه بصيغه بشكل زاوية يومي. انطباع ما شكل انطباع عندي. ما ممكن فكرة عن جمهور اللاذقية ما كتبت؟ أكيد طالما كتير مؤثر فيك. وأنا فعلا دائما نحن بكل مناسبة أنا معجبة جدا بجمهور، هيك بدنا زاوية بس هيك أنه هذا الجمهور. والله كتبت عنهم يعني بالاحتفالية الأخيرة اللي صارت يوم الثقافة لوعي الحياة، كتبت عن هذا الجمهور وهي الذائقة الأدبية الكبيرة اللي بيتمتع فيها، وحكيت عن الحضور الجماهيري اللافت يعني أكيد ما رح تغفلي هيك. أكيد يعني. لا لا، حكينا يعني هيدي التفاصيل نحن أكيد قريبين منها، وواجبنا أنه نسلط الضوء عليها، يعني لنحث الجمهور أكثر وأكثر على متابعة هذا، يعني هي النشاط وهي الشيء اللي بيسري الحركة الثقافية بأي مكان. حلو. هلا ريم، لفت لي نظري هلا شوي كتاب مكتوب عليه نوع او انواع الثقافه، للثقافه انواع؟ يعني نحن بنحكي كانه ما في تخصص.
ما في تخصص معين أو محدد للثقافة. يعني في ثقافة علمية، في ثقافة حتى العلمية بيندرج تحتها كذا اختصاص، يعني في الطبي، في مجال الخيال العلمي، في المجال الأدبي. نحن حكينا أنه كتير متشعبة، كتير متشعبة الفنون الأدبية. ممكن في ثقافة اقتصادية، في ثقافة سياسية أكيد يعني، بس في نوع من التخصص أكيد بهيدا المجال. نعم. ريم شبيلي، حضرتك أم، زوجة، ربة بيت، صحفية، يعني امرأة عاملة، امرأة سورية، يعني بهاي المفردات المرأة السورية، اليوم كيف عم تلتفتي لهذا الواقع مع كل متطلبات الحياة، إدارة نفسك وإدارة الحالة الإبداعية مع الحالة اللي بتتعلق بالواجبات الحياتية؟ صراحة بحاول دائما اني وازن بين اثنين، يعني بحيث انه ما تكون الكفة راجحة لأي وحدة منه على حساب الثانية. يعني حياتي العائلية دائما بقدم لها كل ما استطيع، يعني بحاول دائما اطفالي وبيتي وزوجي يكون دائما يعني مقدمة واجباتي تجاههم على اكمل وجه، بالاضافة الى الحياة العملية. يعني انا في حياتي الصحفية من خلال ممارسة العمل اليومي الصحفي تقريبا يعني ملمة هو، يعني متاحة لي كل الإمكانيات اللي بتخليني ناجحة هون وناجحة هون، يعني تكون الكفة متوازنة بين بين العائلية والعملية. قدي هون بتعتمدي على ضبط الوقت؟ بصراحة الصحفي ما في وقت بحدده، يعني ما فيك. نحن بيبدأ شغلنا لما بينتهي دوام الناس، معظم الفعاليات والأنشطة بتصير بعد الظهر، ما إلى وقت محدد كمان. ما إلى وقت محدد، يعني ما في أحيانا نحن بعض النشاطات وحتى أغلبها يعني بتصير فترة بعد الظهر لتكون متاحة للناس أنه يحضروا ويتابعوا. فأنا ما في وقت محدد، يعني حتى لما بكون بالبيت بيكون دائما عقلي مشغول بالفعالية اللي بدي احضرها وبدي غطيها لاحقا. فالوقت حاكم بحياتي، يعني انا دائما وقتي مرهون لشغلي، ممكن الصبح ممكن بعد الظهر. والحمد لله عم بقدر وازن، يعني اكيد وجود زوجي وهو داعم وسند لإلي كتير كبير. قدي عندك اطفال؟ عندي بنتين. بنتين، الله بنتين. يخلي لك يعني. يعني دائما بستعين فيه، يعني اي نشاط طبعا. إيه اليوم يعني هيك الأسرة السورية أكيد صارت، حالة من التعاون سند أكيد. فمنهم يعني أنا أكيد ما رح كون ناجحة هون ببيتي وبوظيفتي إذا ما كان في حدا يساعدني لكن ساعدني بهذا النجاح. بآخر محور ريم، إلى أي حد اليوم نحن بحاجة إلى تجديد دائم، up to date، يعني الثقافة حالة متطورة، نحن في متغيرات بحياتنا والأحداث اللي عم نعيشها، الحرب اللي حملت جرفة كتير من المتغيرات، صرنا كمان بدنا نغير معنا مع البوصلة. اليوم نحن هاي المسؤوليات كلها تجاه ثقافة جديدة، سواء لإعادة النظر أو لإنتاج جديد أو لدراسة هذا الواقع اللي نحن لازلنا في البعض مننا مصدوم. يعني اليوم يمكن ما عم نقدر ننتج رواية، لسه عم نقرأ شو الواقع، أو بدنا ننتج شيء جديد. اليوم كيف نقدر نحدث ثقافتنا؟ بالتأكيد سنوات الحرب أثرت كتير على مختلف مفاصل الحياة السورية، ومنها المشهد الثقافي. يعني احنا ببدايات الأزمة كان في نوع من الجفاف الثقافي، الفعاليات كانت قليلة جدا، كنا نعاني يعني في هذا المجال. لاحقا مع انتصارات بواسل جيشنا وانتعاش الحركة الثقافية نوعا ما خلال السنة الماضية أو اللي قبلها، يعني خلال سنتين الأخيرات، أكيد يعني كل منا أخذ دوره، كان جندي رافد لبواسل جيشنا، يعني يصنع انتصار في مكان آخر على أرض الواقع. من هون يعني بلشنا نحن تكتمل، يعني نحن كلياتنا نكمل الصورة لنقدمها، لننهض، يعني لنقدم نهضة ثقافية وفكرية وسياسية بيصنع بواسل جيشنا على أرض الواقع أكيد وعسكرية. حلو. من خلال إنجازاتهم اليوم في ثقافة جديدة، هي الثقافة اللي أكيد اللي فعلا عم بيبلور كل أبعادها، عم بتبلور أبعاد بطولات جيشنا العربي أكيد السوري. أكيد هي ثقافة أكيد جديدة، أكيد هني عم بيشكلوا الأرضية لأنه بنكون نحن هون. نحن هون، بس هلا نحن هون بقى ببلش دورنا نحن نكون رديف لإلهم. كل منا قلت لك نحن جندي في مكانه. المرأة السورية الآن يبدأ دورها من خلال بناء
بناء جيل الحاضر اللي هو أطفال المستقبل. أطفال الحاضر هم أجيال المستقبل، رجال ونساء المستقبل. ما تبنيه الآن بدنا نشوفه لاحقا بالمستقبل. فهي الأرضية، هي الأرضية اللي نحن عم نكونها حاليا، اللي عم تكتمل، عم نتعاون فيما بعد لنكمل هيدي الحلقة. من هون نصنع أي مشهد وأي حالة صحية أيضا. أكيد أكيد. نحن يمكن انتهى وقتنا ريم، فأكيد سؤالنا أو بدنا نقول يعني بالأخير نترك لك الكلمة الأخيرة. كلمة الأخيرة لك. أكيد بدي أتوجه بالشكر الجزيل لحضرتكم، لجميع القائمين والعاملين في قناة أغاريت، وأكيد بدي أوجه الشكر كمان لصحيفتي، لجريدتي وجميع العاملين فيها. نحن أسرة متكاملة أكيد. متعاونة، يعني أي نجاح لأي شخص منا هو نجاح للبقية. أكيد بدي أوجه التحية لإلهم، وأكيد التحية الكبيرة لجمهورنا. إن شاء الله كنا ضيفة خفيفة أكيد والله ظريفة ونحن دائما عن جد بنفخر بكل يعني السيدات والآنسات والصبايا اللي عم يجوا، عم نشوف قدي نحن عنا غنى بمجتمعنا، ويعني مثل ما نقولوا ناسنا وأهلنا وشعبنا. فعلا كل مرة بنشوف حالة خلاقة، يعني ما بنعرف من وين بدنا نحيط فيها. وما شاء الله عليك، وأنا لفت انتباهي ريم أنه أنت صوت خامة، صوتك حلوة والله، كتار قالوا لي صح عليك وبتغني أو لا والله قالوا لي بتطلعي شي برامج إذاعية؟ قلت لهم لا والله ما عندي أي تجربة إذاعية، بس قالوا لي خامة صوتك خرجت تكوني مذيعة. وأنا بدي أكيد كمان الشكر الموصول والكبير لبواسل جيشنا اللي هن سبب وجودنا. نحن هنا بفضل تضحياتهم وعطاءاتهم اليومية على امتداد الجغرافيا السورية. أكيد الشكر الكبير. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. شكرا كثير. تسلمي الله يخليك. أهلا وسهلا فيك ريم. مشكورين كثير. بتمنى لكم النجاح سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العملي الأيام القادمة. مشكورة كثير كثير. أهلا وسهلا.